اهدى شوي اسمعني. خلاف نوره مع زوجتك متوقع. انت واحد ما عندك سالفه. ما اسمعني للاخير، ما عندك سالفه. انت متزوج واحده اصغر منك بعشرين سنه، تبيها عاقله، تبيها نافجه ومخها كبير. شلون اذا انت واحد ما عندك مخ؟ انا بقول لك رايي. اذا تبي رايي افصل القوات. شلون افصل القوات؟ قول لي شلون افصل القوات. اقول لك سؤالك جميل والجواب بيكون اجمل. نورة تعيش عند الدكتور خالد لين الله يرزقها بولد الحلال، ايش رايك؟ هذا رايك؟ اي دكتور خالد؟ ربع ساعة يالس وتعطيني ومخك وما مخك، اقول ايك راي؟ ليش ما تشل بعمرك وتروح بيتكم تنام؟ زين انا في بيتنا. ها؟ اي بيتكم، عيل انا اروح بيتنا وانام. انت فارج وروح نام، ولا تنسيه. افصل القوات. اهلين اهلين، ازيك؟ عامل ايه؟ ابي بيتزا. تبي بيتزا؟ ايه. صغيره ولا كبيره ولا ايه؟ كبيره. كبيره قوي؟ ايه. طيب انت جاي لوحدك ولا معاك بابا وماما؟ ما ادري وينهم. ما تدري وينهم؟ ايه. معاك فلوس؟ ايه. ايه ده؟ دينار وربع؟ انا قلت عليهم ما تكفي. ده اللي معاك بس، ما عندوش حاجه دول. شو اسمك حبيبي؟ سعود. جيب لي الطلب ماله، بطاط وعصير. شو تبع عصير حبيبي؟ ابي تعال. طيب خد دول بخليهم معاك، انا هجيب لك. يلا بينا. يلا تعال تعال. بلا قلتي لي كم مره طقيتيها؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات والثالثه ثابته لما سدحت من المستشفى. انت مو لازم يفصلونك، لا انت لازم تنقطعين باقرب سجن. وانت لو شايفه طريقه كلامها، لو شايفه استفزازها، كان قمتي كفختيها وياي. لا ما راح اكفخها معاك، لان مو انا المهم، المهم المعهد، هم اللي يسمعون ويعرفون يقتنعون بهذا الكلام. موضوعك انت مو هين، انت محتاجه واسطه وقويه بعد. عذاري تصرفي، ساعديني. تكفين والله حياتي توقف، مو بس حياتي توقف، امي واخواني ما اقدر اخليهم هني تحت رحمه الوحش هذا اكثر من كذي. شوفي انا كنت معتمد على المكافاه، قلت سنه واتخرج واخذ المعاش وهد للبيت مره واحده، اخذ امي واخواني ونطلع. لا انت وايد غلطانه على فكره. شو المكافاه هاي ولا المعاش؟ شو بيسووا لك اصلا يا ماما؟ انت راح تتخرجين عريف، مو ملازم اول. اصحي. لا يتراوالك، ال 200 دينار هذيله كانت تكفينا بالشهر، فوقهم 200 دينار ثانيه غير البدلات خير ونعمه. وبتأجرون برا قلتي لي؟ ها يا معوده، اقل اجار برا وبمنطقه نائيه 300 دينار. الحين مو مهم احنا شلون راح نعيش، لا يهمك، اهم شيء ارجع المعهد. الله يخليك، تكفين انا تبت، تكفين تصرفي. تدرين شنو؟ ما لنا الا ابو حنين. شو يشتغل؟ حنين رفيجتنا، ابوها الضابط. ايه اوكي ادري ضابط، بس باي اداره؟ بصراحه بالضبط ما ادري، بس اللي اعرفه انه عنده منصب يعني قوي وشي، وممكن المنصب ما له علاقه بكليتك، بس انه منصب. بس ارجع الكليه قرار ويتشرط بعد. يبي الموبايل، يبي موبايلي. كوني تعالي صوره وانتي مفصوله. يلا تصدقيني جتافة. ليلى لو سمحتي نادي البنات. حاضر. فرح فرح حنين. يا سلام، اكيد بيكذبون، يعني تبي يقولوا لك انك خاشين الولد عندهم. وبعدين اسمعني، ترى انا ريال شكاي بالمخفر، مو تقول لي جيراننا ما لي علاقه. وبعدين وياي الدليل، تفضل هذا الدليل اللي معاي. استغفر الله العظيم. اعطيها. ممكن لو سمحت تنطر برا شوي. بس اسمع، ما راح امشي من هني الا وانا واخذ التليفون.
موبايلش القديم صح؟ ايه. شو اللي وده عند سعود؟ فرح قالت لي ان هي تبي تكلمه من هالموبايل. انا الحج يوم اللي طفوك بعطيت يوم مامي دوني علم علي. وانا عطيت شان وانا عطيت اي شيء. عشان كذي وانا مرة كلمت فيه. الشب اللي داخل من وين؟ مالي بابا، انا شريته باسمي. سعود وينه؟ والله ما ادري، والله ما ادري. اوكي ارويكم انتوا الثنتين حسابكم بعدين، بس خلي امشي هذه اللي برا وارويكم بعدين. خلاص يا حنين خلاص، لا تبكين. انا اكلم ابوي اخليه يكلمهم. اخلي ابوي يكلم ابوك خلاص عاد. مسحي دموعك لا تشوفك ليلى وتتشمت فيك. ماشي يا قلبي. اوكي حبيبتي. يلا اوكي. اوكي باي باي باي. با؟ انت ما تلاحظ شيء؟ ما تلاحظ ان احمد وايد متغير معاملته مع حنين؟ لا شلون يعني؟ شلون شلون؟ قاعد يزفها ما عارف ايش في عليها، يعني اليوم مثلا والجيران هذا المريض ما ادري شنو سالفته، ما ادري مختفي، ما ادري سالفته، ما ادري. يعني المهم ان ابوه راح بيت احمد وقاعد يصارخ عليهم ويزفهم ويتهمهم ان هم اللي خاشين الولد، وحنين اصلا لا بصوبهم ولا تدري عنه. بغض النظر عن الولد واختفاء الولد، واذا كان البنات لهم دخل في اختفائه، انا اللي شايف ان رده فعل احمد طبيعيه جدا. بعدين احنا ما احنا عايشين بينهم يا يبا، وانت سمعتي السالفه من حنين من وجهه نظرها. يعني تقصد ان حنين تالف او تبالغ؟ يبا انا مستغربه منك، انت شلون كذي محايد؟ شلون تتعامل مع ليلى كذي؟ وش دخل ليلى بالموضوع؟ احنا قاعدين نتكلم عن احمد وحنين. بعد تعالي بنتها من زفت مثل ما انزفت حنين وخذت طراق بعد. يبا ترى فرح مو بهينة، ترى ايه اللي تلاقيها اللي مشيشة الولد وخشته عنهم، شوف وين موديتها. بعدها انا مستغربة، انت شلون تدافع عن احمد؟ مو احمد هو ليلى؟ لا احمد هو احمد. احمد انا اعرفه يا اسماء، اعرفه من 20 سنة، من يوم يجي ويخطب اختش دلال الله يرحمها ويتزوجها. كانت هي بهذاك الوقت سنة ثانية جامعة الله يرحمها، وانت كنت بثالثة متوسط. 20 سنة وانا اعرف هالولد هذا مثال للاخلاق والحكمة. تصدقين والدتك قبل لا توفى الله يرحمها وصتها اهو علينا، عليانا وعلى دلال وعلى شنتي. اي تشوف انه صان الامانه. هتكوني واقعيه ولا تأميش العاطفه. اي عاطفه يبا. طلع الباب اللي طقه. ان شاء بما ان الوزاره كلها عرفت انت عن شنو تدورين وما عاد في سر، وبما ان قدراتك في جمع المعلومات ضعيفه، قلت ارد لك الاوراق اللي انباقوا منك اللي تدورينها موجوده بالظرف. بس المهم تستمرين، لان هذه مو المخالفه الوحيده. ومره ثانيه انتبهي على روحك.
اسمع. نعم يبا. أنا أدري أن القضية هذه بالنسبة لك قضية تحدي وإثبات كفاءة، وشفتيني أنا لما تعرضت أنت للاعتداء اللي تعرضتي له، أنا ما تدخلت وطلبت منك أنك يعني تتركينا، لا. بس الحين الأحداث تغيرت عقب الرسالة هذه بالذات. هالشخص هذا اللي عنده كل هالمعلومات هذه ليش ما كشفها؟ ليش؟ أنا أعتقد أنه قريب من المجرم اللي أنت تدورينه. لا ويد البيتنا، إيش معناته؟ عدم ويد البيتنا، يا إذا إيش يبي بالضبط؟ ما أعرف يبا. I can see that you did not find him. دورت عليه بكل مكان بالفريج ما حصلته. رحت بيت فرح قلت يمكن ألقى الولد هناك. اتهاوشت وياهم وتأكدت الولد مو عندهم. ما كان قدامي غير أروح المخفر وأقدم بلاغ. إيش تبيني أسوي؟ And you think that he has left on his own? أنا حاتي أمه. أمه إذا درت إن الولد ضايع إيش بيصير فيها؟ Are you thinking of bringing him back home? إيش دراني؟ إيش دراني أنا عاد؟ أنا ما طلقتها عشان حلالها. لأن التوكيل اللي مسويت لي إياه توكيل خاص مو توكيل عام. المحامي يقول لي إن تقرير الطبيب يقول إن عقلها سليم ما في شيء، يعني قضية الحجر خسرانة، يعني أنا خسرت كل شيء، ماكو فايدة من اللي سويناه. وأنت الله يسامحك لو كنت طايعتني ومكملين سالفة الممرضة لين ألين راسها وأخذ منها اللي أبي. What an idea! And you think that I'm willing to play the role of the nurse again? Never, Adel, never. أنا مو بمكبر الموضوع، الموضوع بروحه كبير وراح يكبر أكبر وأكبر وأكبر يا ليلى. ريال أخذ تليفون حنين وبدخلنا المخافر. وش اللي يثبت إنه تليفون حنين؟ هي فرح ما قالت قدامك إنها مسحت كل شيء من عليه، الصور، المسجات، المكالمات. أنا ما أدري أنت ليش تحاتي. هم راح يجرجرن في المخافر. تخيل العميد أحمد الأمين يدش مع بناته مخافر يا ليلى. وانت بتفهمني ان العميد احمد الامين ما يقدر ينسف القضيه والشكوى من عرجها؟ ترى انت مو بصحية ها؟ كاو كاو شوفي مو هذا هو؟ هيج هيج صدقيني شابهها. العميد احمد الامين مدير الاداره العامه للجنسيه ووثائق السفر يقول لك سيبدأ العمل بالجوازات الجديدة في مطلع يناير المقبل. تقيم بيساعدني؟ ومنو أنا وليش بيساعدني أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ليش تذهبين الدواء قبل الفلعة؟ خلني أكلم حنين حسن. ما ترد. بس بتم أدق عليه لين ما ترد علي. زين حب؟ أنا بستأذن الحين تأخرت وبخبرك إذا صار معاي أي شيء، أوكي؟ أوكي. يلا. قولي جعداري. هلا بابا. لا تخليني بروحي. والله ما راح أنسى وقفتك وياي. حبيبتي، وأنا ما أقدر أخليك بروحك. إن شاء الله هم يومين وتنحل كل هاي المشاكل، حبيبتي، وترجعين المعهد وتسوين بوش أب بعد. يلا حب تكر. يلا. باي باي. يعني هي تغلط وأنا أتعاقب. أنا شو خصني بذي كله؟ شو اللي خلاني أنضرب على عقلي وأعطيها التلفون؟ لا وأجيب لها خط باسمي بعد. بس الولد صدق مو لاقينا. هذا وين راح؟ لقيته في الشارع وسألته شو اسم أبوك؟ خلنا أوصلك لين البيت. ومسكت من يده تم يهاوش ويصارخ وحاول يفلت عني. طيب اخوي بدر بس احتاج منك البطاقه المدنيه بنصورها بس. طبعا تفضل اخوي. احسنت. رقيب حمد تفضل صور البطاقه لو سمحت. وانت يا اخوي بدر بس احتاج منك رقم تليفونك لو سمحت. 525-44-119. لو ما قدرت توصل حق اهله يا ريت تواصل وياي وخليه يبيت عندنا في البيت لين الصباح ويبقى حقكم. لا تحاتي، الولد في ايدي امينه، ولو ما حد استلمه اليوم
اتاكد كل التاكيد انه ما راح ينام بالمخفر اليوم. تسلم ما قصرت. ابي بيجو. بنت امي انت بتشين طول الليل؟ لا هو اول ولا اخر كف تاخذينه. وبعدين طول ما انت مطفوقه وما تفكرين بعواقب افعالك بيجيك كف ورا كف. اول شيء غلط ان الاهل ينطق على وجهه. ثاني شيء انا مو قاعده ابكي عشان الكف، انا قاعده ابكي لان بابا هو السبب في اللي صار حق سعود. ليش شنو صار حق سعود؟ في شيء انت خشيتي عني؟ لا اقصد يمكن الحيزبونه طقتها طردتها او هو انحاش من البيت بسببها. لا والله وبتشكو هو اللي منعني عنه، كان انا الحين ادري وينه واقدر انقذه. يا ماما يا حبيبتي يا فرح، الناس هذيل حياتهم مو طبيعيه، بيتهم كله مشاكل، يعاملون ولدهم معامله قاسيه، فلا تستغربين اذا عاملوك او عاملوني بقله ادب وحده. من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي. عدل؟ لا ماما يعنيني واخاف عليه. ماما فوق انه مريض ما عنده ام. صدقيني هي فترة مؤقتة وراح نلقى حل. انا ما اقدر ارد اشتغل عندها مرة ثانية واخذ معاش، وهذيك الساعة لما راح القى حل ونفتك منها راح اسوي لك كل اللي تبينه، راح اجيب لك انت خدامة وحق سعود خدامة، وحتى البيبي اللي ببطنك بجيب له خدامة بروح. No my dear, rent another house for me then bring you back. Finish all your financial issues with her, get rid of her and then I will be back. ونعم وثلاثة نعام، انت سعود وانا سعد والحين صرنا ربع واخوان. ايش رايك اليوم نتعشى مع بعض؟ ابي بيتزا. انت مو توك ماكل بيتزا مع عمك بدر؟ انزين انا مشتهي اليوم برجر. لا ابي شاورما. تبغى شاورما؟ حاضر. لو سمحت تعال المكتب. انزين قول لي يا سعود، انت باي مدرسه تدرس؟ وصلنا ربع انا وانت؟ انا اسمي سعد واشتغل محقق. تعرف شنو يعني محقق؟ لا. يعني امسك المجرم واللي يغلط بالهوشه بالاول واللي يبوق السياره واقول للقاضي عقب السجن. زيني انت الحين صرت محقق. كلم فرح. انا مو جاي اشغلك، انا جيتك بس عشان اقول لك ان خالتي كلمتني وقالت لي انها تبيني اخذها معي للجامعه. شكرا على كل اللي سويته انت فاطمه، صراحه حسيت نفسي سخيف حركه البارح. لا عادي، واحنا مستعدين نسوي لك اكثر دام هالشيء يطلعك من حاله الكآبه اللي انت فيها. فعليك بس نسويه واحنا نضحك. طيب حلو، راح اجيب سيارتي وانت تضحك. اضحك ونص لا وكركر بعد، اعتبر سياره اخر الاسبوع عندك. سفره محمول مكفول على ما يقولون، سفره على الراحه والهوى. ليش معنا؟ بروح الخميس وبرد السبت، من يردها؟ والله عاد براحتك، بعدين سوي اللي تبغاه، انت اللي حنيت عليه لين قعدت صح؟ تحمل. بس دير بالك من هالسفره، مرتك حترجع تشك من جديد وحتتهمني انا فيها. لا 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 لا، انتي شالتش من راسها، انتي خلاص سلام والسلام. الله يبشرك بالخير يا رب. المهم اعطيني تليفوني اللي عندك. ايه الله يسمعنا الاخبار الطيبه من الاول. والله العظيم كانت مهمه سخيفه وصعبه. عموما نور انا كمان بقول لك شيء، انا اسف اعتذري لك كثير من والدك على موضوع سياره السباق، واي شيء ثاني هو يبي انا مستعد. ولا يهمك لا تشيل ببالك، المهم لا تستحلي قعدة البيت كثير انت. هذا قرار ولا استشارة؟ الاثنين يا عمي. وإذا قلت لك ان فكرتك هذه صعبة وفيها مجازفة تراجع عنها؟ بعيد التفكير يا عمي، بس ولو اني استخرت
وشفت ان كل اللي حواليه ياكد لي ان قراري في محله ما عدا اعتراض ليلى طبعا. خلاص ما دام قرارك بمحله ما عليك من الحريم، الحريم قلبهم رجيج. توكل على الله وروح وسوي اللي تبيه ولا تحاتيبه. حنين وفرح بحطهم في عيوني لا تحاتيهم. بس المهم يا احمد، المهم تطمني عليك كل يوم. لا خلا ولا عدم يا عمي، الله يخليك لنا. يلا تفضل. تفضل. يلا تفضل. كان في بلاغ الساعة 6 المغرب أمس في منطقة الجابرية، وأبوهم بلغ عليه وهذه صورة البلاغ. تفضل. من الجابرية؟ وياي السر بروحك يا سعود؟ السلام عليكم. الأخ عادل أبو سعود؟ معك محقق مخفر السرة. أبشرك سعود بخير. تطمن تطمن، سعود موجود معانا والحمد لله بخير. اي اكيد طبعا ان شاء الله. انا موجود لحد الساعه 2 ان شاء الله. طيب احسنت اخوي. كلم فرح. اكلم فرح ان شاء الله. بكلم فرح والحين كلمت بابا والحين جاي لك. هلا هلا يا ليلى، تفضلي تفضلي قعدي. الحمد لله خلصت شغلي كله وسويت لك 3 حلقات بعفسون الديره كلها. حلو. وعدنان شلونه معك؟ ولا اروع. عطنا اسبوع واحد بس منتج الحلقات ونجيبها لك. انا واثقه انها بتعجبك. بصراحه انا ما كنت اتخيل كذي، انت عارف دائما الهوى غير. صحيح، فتره 3 اسابيع كافيه ان نشوف 2 غيركم. 2 غيرنا؟ ايه، لاني حولت عدنان التحقيق لان التعامل مع المراسل وبدله البرنامج. توني شايفته يتعامل معي طبيعي، ما قال لي شيء. لا لا هو ما يدري للحين. تفضلي. شنو هذا؟ هذا برنامج على باب الوزير، عليه توقيعي وموافقتي. قلت لي ما تسافرين وترجعين تكونين اخترتي فريق العمل اللي بتشتغلين معه. يا الله وايد ريحتني. اقول لك شغله، ترى الجمله اللي قلتها لي من قبل على البرنامج انه يعني لا يرقى الى المستوى، ترى وايد حسيت في الاهانه وقتها. عيل لك مني اعتذار وشدي حيلك في باب الوزير. انت متخيل ان 7 شركات وهمية ما لهم سجل تجاري، لا تراخيص، لا مسجلين، لا عندهم تجارة ولا شيء، وفوق هذا كله يدشون مناقصة للتمويل ويقدمون عطاءات متدنية بأسعار متقاربة، واللي اكبر من كذي ان في شركة ثامنة هي اللي تدير اللعبة كلها. وكل مناقصة يدشونها السبعة؟ لا طبعا، اعتقد ان كل مره تكون في شركه ثانيه. ما المفروض اللي يدش يقدم صوره تراخيصه وعقد الشركه وشهاده العماله؟ المفروض، تخيل، وكل شيء موجود لكنه مع الاسف مزور. ومنو المطارطين عندنا في الشركه بالموضوع؟ من عندنا علي فهيد وهو الحين باجازه، بس انا متاكده ان في ناس غيرهم متورطين بس مو عندنا بالوزاره. بعد ما تخلص زوجتي المستشفى اضطريت اني اجيب ممرضه حق سعود وما تمت، وجبت غيرها وغيرها وغيرها، لأن سعود سلوكه عدواني، فمن الطبيعي أنه ولا واحدة تكمل معه. وأمه للحين بالمستشفى؟ إيه نعم، أمه للحين بالمستشفى وتمر بحالة اكتئاب حاد، لأن الله ما رزقنا عيال لمدة 12 سنة وبعد ما حصلنا سعود أنت شايف وضعه، ما تقبلت الوضع فحالتها انتكست. طيب ليش لما شافك الولد جاته حالة هستيرية وقام يصيح؟ انت شلون معاملتك معه؟ انا معاملتي معه طبيعي عادي، حالي حال اي ابو، لان المدرسه والدكتور اللي هناك طلب مني اني عامل سعود انه طفل طبيعي، يعني ازعل منه اراضيه، يزعل مني، اجيب له هديه، اعاقبه، عادي. يعني وارد انك تطقه؟ ها؟ لا لا، يعني مو اطقه اطقه، يعني اعاقبه، اهوش له بس.
السلام عليكم. عليكم السلام. سمعي شلونك يبا؟ الله يخليك الحمد لله. سمعي هذا البيت يلا قول طيب الحلو اللي له معنى هذا اللي ابو العتاه هي يقول وما الدهر الا جامع ومفرق وما الناس الا راحل ومودع فان نحن عشنا يجمع الله شملنا وان نحن متنا فالقيامه تجمع. الله يا يبا الله ذكرتني بايام المدرسه ايام ما كنت تسوي لي اللوحات ما حد كان فاكني من مدرسة اللغة العربية ورافع درجاتي إلى لوحاتك. عاد أنتي كنتي أداوة مع اللغة العربية. بعكس أختش دلال. أختش دلال كانت تموت على اللغة العربية لكن ما تحب الرياضيات ولا تحب الأرقام مثلك. وعمر يبا أذكر إن عمر أيام المدرسة كنت أنا بصف الأول ما أذكر أصدق؟ إي أذكر أيام الجامعة بس. عمر كان ذكي. عمر كان كله يطلع الأول. كان ما عنده اهتمامات ثانية غير العلم والدراسة. حتى ربع ترى ما كان يهتم فيهم وايد. كان يقول لي يتذكر وهو في الجامعة يقول إن الدكتور كان يقول له لو كانت في درجة أكبر من A بلس كان عطيتك لأنك تستاهلها. لكن كان مغرور. مغرور وايد، واحنا اللي خليناه يصير مغرور ومتكبر، احنا نفخناه وايد، لان صار متكبر علينا وعلى الديره. يبا ما ادري، احس ان انت وايد فخور بعمر وبدلال، بس انا لا، احس دائما ان في مقارنه بيننا. لا يا يبا، اسماء بين العيال ما في اعلى وادنى، لا ابدا، ابدا. شوف يبا كل واحد فينا له منطقة ينفرد فيها لكن إذا استغل هذه المنطقة صح وأبدع فيها بيفتخر بنفسه شو أقول لك يعني بغض النظر عن المنطقة هذه بالنسبة للموضوع اللي قلتيه المقارنة بينك وبين أخوك أو بينك وبين أخوانك ما في مقارنة هذه المقارنة عقيمة ولا منها فائدة ولا لها معنى يجوز ما أدري مجرد مشاعر وإحساس يمكن مشاهدات لا أكثر المهم يبقى ما علينا قل لي أو لا أنا بقول لك شيء وايد مهم قولي تفضلي شوف أنا سلمت ملف القضية لشؤون القانونية وهم راح يحلون الموضوع يعني أنا برد ذمتي تطمن الله يريح قلبك يا يبا يبا أنا عمري ما تدخلت بشغلك ولا خصوصياتك بالحياة ولا طريقة حياتك ما تدخلت فيها لكن كون البيت الحين صفصف علينا أنا وياك بس فيهمني يهمني إني ما أشوف أي شيء يعكر حياتك ويبعدك عني حتى يبقى زواج؟ حتى زواجي تدرين أول شرط بشرطة على اللي تقدم لك شنو؟ يخت لا انكم ما تطلعون من هالبيت تسكنوا في البيت هذا مثل ما قلتي انت لك خصوصياتك انت ويا زوجك كيف مسوي اللي تبون على كيفكم بس بحدود احترامكم لبعض واحترامكم لهذا البيت تقدر تستلمه وتروح البيت لكن متوقع معاي على تعهد بسيط يضمن سلامة الولد من الاعتداء الجسدي او الاعتداء اللفظي او حتى المعنوي تعهد هذا حكي جديد طال عمرك ترى هذا اللي انت قاعد تتكلم عليه ولدي يعني انا اكثر واحد اخاف عليه القانون كذي الا بالمناسبه منو هجيني ها لا انتم مو من صدقكم تبوني اقول حق ابوي موضوع مثل هذا ما اقدر سمحوا لي ابوي بروحه بلاي شيء كله معصب وكله يزفنه وكله يهزئنا هالايام انسوا الموضوع مو انت بنت المفروض يعني مالك دلال عليه حنين يلا عاد لا دلال ولا اسمع بعد إنزين أختك الصغيرة الحلوة الدلوعة تأثر ولا لا؟ أقول أكلي كيكتك وشربي عصيرك وانسي الموضوع مبروك رؤى حبيبتي سامحيني صدق ما أقدر أقول حق أبوي موضوع مثل هذا ترى أبوي دم مضروسة الواسطة ما يرضى ما يحب وبعدين أنت اللي سويتيه بعد الله يهداك يعني شو أقول لك؟ بنظرة هذه جريمة مو بس مخالفة إنزين سمعي أنت الحين قولي له إذا وافق عاد ذيك الساعة يصير خير
عفوا بس امان امان لا تسدي الموضوع بوجهي الله يخليك. ايش اقول له؟ لحظه 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 اقول اعطيني الرقم وانا بتصرف وشرط اني اقنعه. مسكي هذي الثياب سعود غسليهم عدل وسوي له محبوس لحم مع دقوس تفهمين ولا لا؟ اكيد محبوس لحم. اي اكيد شي تشنيت انت يا مدام. ويني مدام؟ نايم. زين يلا 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 فارجي سعودي حبيبي الحين ابيك تتغدى ها وتشبع عشان العصر باخذك اروح اشتلك ملابس جديده ها واشتلك العاب جديده. زين 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 وديك واشتلك العاب جديده ماشي؟ يلا يلا على البطل عفي على البطل يلا روح. هيا صغيرة ومشكنمة بس عاد هذا اختيار نبع الحنان وما نقدر نقول لها لا. وفوق هذا كله راعية الشقة صديقة الوالدة عشان كذي وثقت فينا وعطتك وانت عزابي. هذه الشقة مسويتها لولدها بس ولدها صار عنده 4 عيال وضاج عليهم المكان وأجر برا. واحنا مو بعاد عليك، احنا بالفريج اللي وراك يعني بظهرك، يعني غداك واصلك عشاك واصلك بس الريوق عليك. مصخها. والله ما ادري ايش اقول لك صراحه، احيان كثير فعلا احس نفسي محظوظ. في كل مكان اروحه عندي ام تنتبه لي وتدير بالها علي. شوف انت هذا من دعوات امك لك، امك تحبك وراضيه عليك. تدري انها زعلانه علي بس في احساس جوتي يقول انها كل يوم تصلي وتدعي لي. ما علي ما علي، حتى لو تزعل علي قلب الام هي اكيد تحبك وتخاف عليك وانت بعد ما تلام. باسمي ام طارق تبيك ومحتاجتك، محتاجتك وهاي. ظاهر ان الوالده مسلمتكم القياده كامله. لا وزيدك من الشعر بيت. شفت الحن انك تقعد في الكويت وتجيب اغراضك واوراق الجامعه والدنيا هذه كلها والخبه، ترى كله من تحت راس الوالده هي اللي قالت لنا سووا كل هذا. ليش؟ انا اقول لك ليش بس خلاص، تبيك تنسى موضوع طارق ليه متعلق بهالوهم هذا؟ خلاص اترك الحزن، الدنيا ما وقفت، انظر قدام شوف نجاحك بعيون ام وابو طارق، شوف مستقبلك، لا تتعلق بقصص راحت وانتهت، بقصص مشتركة ما منها فايدة. مويت انا كنت اتوقع اذا جيت الكويت بيتغير فيني اشياء كثير، بترك اشياء كثير، بنسى اشياء كثير، بس لقيت اني فعلا قاعد اجيب كل شيء هناك هنا. انا لين الحين اشوف طارق في كل مكان واتخيله بديت استانس بهالشيء. وين اشوف طارق؟ بكل مكان؟ شوف عاد ترى الشقه بعدها ما انسكنت، ولا تشوفني كذي ترى انا تبريد من الخوف. والله ما ادري ايش اقول لك لكن مشكور. العفو. لا ما افضل ان احد يدري باي شيء الحين، خلي الموضوع بيننا. لا ليلى انسان عاقل وراكزه بس في النهايه الحريم كلها تتساوى. والله ايش رايك؟ المهم احنا بنروح لندن اول شيء، بعدين باريس، فرانكفورت، وبنلتقي ان شاء الله في نيويورك. بس طمنيني انت مرتبه كل شيء هناك صح؟ ان شاء الله الحمد لله. المهم هي بتكون مشغوله وانا ليش طول اليوم، بس الله يخليك الله يخليك، انا لازم انام بالفندق. ايه في واحد بيمر عليك عقب يومين من الاداره من عندي بيسلمك الجواز وعلي الفيز. اوكي Thank you.